كل شيء تمام؟ تمام سعادتك. يعني الدكتور في اوضته؟ من الساعة 11 وثلث يا فندم. مفيش أي حركة مريبة حوالين الفيلا؟ رصدين دبة النملة يا فندم. جميل. طب افتح باب الفيلا. فكوا ايديهم وشيلوا البلاستر. احنا اسفين جدا يا دكاتره على اي ازعاج او فزع سببناه لكم، بس ما كانش في طريقه تانيه نختبر بيها اجراءات الامن والرجاله اللي بينفذوها. انت ومجموعتك معفيين من الماموريه، بكره الصبح تسلموا نفسكم للمقر عشان يتحقق معاكم. اتفضلوا. انت ومجموعتك تكملوا الحراسه بره. تمام سعد. انتوا بتلعبونا لعبة عسكر وحرامية يا ساتر العقيد؟ أنا بكرر آسف يا دكتور، اللي حصل ده كان لازم وضروري زي ما شرحت لسعادتك قبل كده. كان ممكن يبقى بعلمنا عشان نساعدكوا بدل المفاجأة السخيفة دي اللي كانت ممكن تديه بمأساة. شوف يا كابتن، أنا اتعودت فترة إقامتي في أمريكا إن أنام وتحت بخدتي مسدس، واتمرنت إن أسحبه بسرعة لما يجيلي أي لحظة شك في أي شيء مريب بيحصل حواليا، واضرب اي جسم متحرك اشك فيه، والحكايه دي كانت ممكن تحصل من ثواني. كنا عاملين احتياطنا وخدنا المسدس من تحت مخده حضرتك وفرغناه من الرصاص. كمان يعني بتدخلوا اوضه نونا من ورانا في غير وجودكم طبعا؟ لا، وفي وجودنا كمان. هو اللي حصل من شويه ده كان ايه؟ مش كنا على وشك ان احنا ننام يا كابتن؟ ارجوكم تدوني فرصه افهمكم. العمليه دي ما كانتش اختبار لاجراءات الامن وبس، لا، دي كانت في نفس الوقت اختبار لردود فعلكم تجاه اي مفاجأة، عشان كده فضلنا اننا ما نقول لكمش. وبعدين طلعنا بنتيجة اهم، لازم خطة خان دوادار تتنفذ باقصى سرعة. هيقعدوني مع واحد اسمه وفائي، موظف على المعاش في وزارة الثقافة، بيقولوا ان احنا اكيد هننسجم مع بعض. هيبقوا يعملوا لكم غارات مفاجأة زي دي؟ انت لسه متوترة؟ انت مش متوتر؟ لا، اصلي بدأت احس بعنصر الإثارة والمغامرة في الموضوع. تعرف يا ممتاز، احنا حياتنا محتاجة لحاجة تغيرها، حاجة تحركها، شيء يكسر الروتين والرتابة والملل اللي فيها ده. ايوه، مغامرة الدكتور برهان في شارع الخان. تنفع اسم رواية. تصوري الحاج سلامة النعماني بالعباية المغربية والمركوب الفاسي والسبحة في ايده والطربوش الصغير فوق دماغه. يا زي ما كنت باخد فرصة لحياة تانية، حياة جديدة. واضح قوي ان انت زهقان من حياتك الاولانية. وانت مش زهقانة؟ حطرشة. خلاص، يبقى الانفصال ده جاء في التوقيت المناسب بالثانية. انت بتقول ايه؟ انفصال؟ ما قصدي يعني قصدي ان انا هبقى هناك وانت هنا، فطبعا ده يبقى انفصال اجباري ولمدة محدودة. ومين عارف؟ مين عارف؟ جايز الحياة في حي شعبي زي ده ما تناسبنيش، فازهق وارجع. مش عارف، أنا كده ابتديت أقلق. يا ابو علي، نفسك راحت القهوه وقعدت اللعب؟ لا يا راجل، ده انا بس كنت سرحان شويه. ترى مين بقى، حسني ولا توحيده ولا انوار؟ يو يا عماره، خلاص بقيت بتقرا اللي في دماغي. ما هو اللي في دماغك اكتر من عينيك يا ابو علي. لا فكيك، انا بقولك ايه، خش الولاد قول لهم يقفلوا ويروحوا. لا معلش،
اتفقت معاهم يسهروا اليومية دوبل، يعني قدامنا لحد الفجر. لو انت عايز تروح بالسلامة تفضل. طيب انا بس هدخل القهوة اشرب بوري احسن وشاي وبعدين ابقى اتكل. يا عمارة استنى، عمارة راح فين؟ ساعة واحدة عشان شغل الغروب وخلاص. نفس اللبس برضه؟ أيوة بس هتسيبي شعرك مش هتدفعيه. مساء الخير. أوكي يا ممدوح، امشي أنت دلوقتي وأنا هكون جاهزة في ميعاد الأوردر. لو سمحت يا أستاذ عمارة تيجي معايا عايزاك. سيادتك اسمك الأستاذ ممدوح؟ شوف يا أستاذ، أي بنت في أي حتة شعبية بتبقى بنت الكل، أخت الكل. ما يقربولهاش بالدم اهو، لكن يتعدوا مسؤولين عنها وزي اهلها بالظبط. انت لا مسؤول عني ولا ليك دعوه بيا نهائي، لا انت ولا اي بني ادم هنا. ايه الحكايه بالظبط؟ مالك يا اسطى؟ معلش يا ممدوح، امشي انت دلوقتي لو سمحت. انت فاكراني اخاف منه؟ انا عايز اعرف الشخص ده عايز مني ايه. طب شوف بقى بالذوق الانسانيه، ما تخطيش شارع دوادار تاني وتحل عن دماغ البنيه. اسمع كلام المدمزيل يا استاذ، نط في عربيتك واطلع امريكاني، والا اقسم بالله لو وقفت دقيقتين كمان لا يكون ذنبك على جنبك. انتوا عاوزين مني ايه؟ مالكم ومالي؟ خلاص خوري قدامي، صحيح الوقت متاخر بس للضروره احكام. خوري اتفضلي يا سنيوره. اتفضلي يا ست عدوله، ادي رجاله حالتكم اللي طالعه لي بيهم السما. البيبي شدني من دراعي، ناقص كمان يجرجرني من شعري. بت ما تزوديش في الكلام عشان تغطي على الموضوع. موضوع ايه؟ انت مالكش اي دخل باي موضوع يخصنا. تبقى مين انت عشان تفرض وصايتك علينا؟ حتى خطوبتي لاخوك فسختها، دلوقتي انت بالنسبه لنا راجل غريب. ولا لك مننا يعني بنات ومالناش راجل يوقف لك ويمنعك هتتجرأ علينا بالشكل ده؟ بس لغايه كده وكفايه يا بت. مش حسن النعماني اللي يتقال له الكلام ده. حسن النعماني وقف جنبنا وحاج علينا وكان راجلنا. لما امك وابوكي سابوكي انت واخواتك حتاته في رقبتي، وانا وحدانيه ومليش حد. والمكان اللي جوه في المشغل ده، المكان اللي اكلنا وعلمنا ولبسنا وحمانا من الجوع والفقر والمرض، المكان ده لسه ما اتدفعش ثمنه لحسن النعماني. حسن النعماني اللي اشبع واحد مش حسن النعماني. ولا كلمه زياده في الموضوع ده، وانا مش عامل وصي عليكوا عشان اللي انا عملته واللي انت بتعديه دلوقتي. لا ده واجب، واللي عملته الليله برضه واجب. وانا لما لقحت جتتي عليك الليله يا مدموزيل كان عشان انتوا اهلي، ناسي ولاد حتتي، وبغير عليكم زي ما بغير على اخواتي بالظبط، زي ما بغير على سعاد وعلى حسني. ولما اشوفك ماشيه في سكه الغلط لازم فوق دماغك. ما اسمحش اي مخلوق على وجه الارض يقول ان انا ماشيه في سكه غلط. واسمعوا انتوا الاثنين، انا مش قاصر ولا عيله صغيره، واللي شايفاه في مصلحتي ومستقبلي هعمله. انا مش بتاخر بره عشان بشتغل في كباريه ولا ماشي على حل شعري، انا بصور افلام دعايه والافلام دي ملهاش مواعيد، ودي المهنه اللي انا اخترتها وعجباني. اقتنعتوا بده هتريحوني وتريحوا نفسكم، ما اقتنعتوش انتوا اللي هتتعبوا كده. مدموزيل جبت ظروفها، حقك عليا. عبدولة ما تتخانقيش معاها بعد ما انزل، وصدقيني مفيش فايدة. حسن استنى يا حسن. عشان خاطري يا أبلة، عشان خاطري قابلي معروف، الدنيا ليل مش عايزين حد من الجيران يسمع صوتنا. ما تخافيش يا مدي، ما حدش هيسمع صوتنا. حسن أرابيسك عنده حق، مفيش فايدة. احنا كنا قلقانين عليكي قوي يا رولا، ما
بقالنا ساعتين من الشباك للبلكونه للباب لغايه ما شفناكي نازله من العربيه مع الشاب ده. المنظر خضنا، وبصراحه بقى القصه عماره والقصه حسن معاهم حق. ما اتقالتليش في حياتي يا عماره، لا من بنت ولا من ست ولا من راجل، حتى لما مره اتلمطت في الاسم ومع راجل رتبه، الراجل الضابط الكبير ما قاليش اخرس. تقوم تتقلي ومن مين؟ من فريال اخت عدوله. والنكته ان انا ما قدرتش ارد عليها. هترد تقول يا حسن بنتي دي خلاص فلعت عيارها، ما عادش ينفع معاها الكلام. واحنا يعني نملك لها ايه غير الكلام؟ ده نملك يا حسن، نملك. لو ما رميناش ورا ظهرنا قلنا احنا مالنا، لا هي بنتنا ولا اختنا ولا هي على ذمه واحد فينا، مش هو ده السلو اللي من دول كل واحد يقول خليني في حالي؟ لكن لا، احنا مش بتوع النهارده، بتوع زمان، بتوع الاصول. زي ما بنحافظ على فننا وصنعتنا بنحافظ على اخلاق جدودنا، والجار يلزمنا زي اهل بيتنا. صح يا راجل عجوز، كلام ما يخرش الميه. بس برضو انت ما قلتليش نعمل ايه. مش انت اللي هتعمل يا ابن معلمي، انا اللي هعمل المره دي. والصباح رباح. ايه النظام يا ابو علي؟ نظام ايه يا واجي؟ نظام المزز والعربيات والعيال المسبسبه، والله وخندي ودار نور وبقى على احدث سايحه. الله الله الله. طب وفي ايه يا ابو سنة؟ ما احنا منطقه سياحيه، والولاد والبنات الخواجات طول النهار رايحين جايين على قهوتك وعلى بزرع التوقه. لا بس الصنف المحلي حاجه تانية يا طلبه. ترى يا اخوانا ما تتمسوا، هو حسن ماله؟ لا ابوها ولا اخوها ولا يعتبر مسؤول عنها حتى. لو احنا قلنا حاجة يا ابو السعود احنا بنتناخش. اه في التقريق يعني ما فيهاش حاجة. لو ابو علي ما طاقش طلع جري هو واللص عمارة ومسكوا الواد وكرشوه، وحسن خد البت من دراعها وطلع بيها فوق، ومية المية ادها الدرس اللي هو قال يا ابو علي. خلاص قرقته وكيفته. يلا اخوات توهو على عادة البرج. يلا يا عم سيبني بقى، ما تبقاش رزق. اهو حسن اهو. انا ماليش دعوه حسن، ارابيسك يا ضب. عليا النعمه ما سايبك الا لما تقول له الكلام اللي انت قلته لي. في ايه انتوا كمان؟ سرحان قال عليك كلام حلو قوي، وانا حلفت يمين انه يجي يسمعه لك. انا ما قلتش حاجه يا ارابيسك، ضب هو اللي بيستخف دمه. اه انا وانت متخانقين صحيح، بس انا ما قلتش كلام من ورا حد. اما انك جبان بصحيح، انت مش لسه قايل لي بعظمه لسانك ان فريال اخت عدوله فسخت خطبتها على حسن النعماني علشان ظبطته مع انوار بنت وفائي، وان حسن لما عرف بكده اتخانق معاها وضربها، وابوها عشان يلم الدور لزقها لجوز اختها، وانت عشان عرفت بالموضوع اتخانقت مع اخوك وانفصلته. ايه الهجس اللي بتقوله ده يا دب؟ هي حصلت؟ لجري يا ابو سنة، هو انا اللي قلت؟ ما شتمك الا اللي بلغك يا دب. يا اخي ان جاءكم فاسق بنابه. لو ايه؟ جايب تحتباطه انجازيه ولا اللي جايب الديب من ديله؟ يا ايوه قدامنا كلنا، حسن عمل فرح كبير لبنت وفائي ورقص فيه وشهد على العقد. الله، جري يا جماعه، وانا عملت حاجه؟ انا ما خلصنيش السماوي اللي اسمه سرحان يسن بكلام فارغ، جريته وجبته عشان حسن يقدمه. بس انت وهو، مش عايز اسمع كلمه من حد فيكم، وقدامكم دقيقه لو شفت خلقت حد فيكم هفتح قرنه يا عماره. نولي مارينا ولا عرق خشب زي من عندك غوله. في حسن مالك وعايز الخشب ليه؟ قول لي يا عماره، أنا مش عايش وقاعد وسط أهل الشارع دول طول عمري. طبعاً طول عمري. وأهل الخان دول مش بشوفهم باستمرار، وعمرهم ما غابوا عن عينيا. ربنا يخليك ما تغيبش عننا أبداً يا أبو علي. أمال إيه اللي حصل بقى؟ أنا زي ما أكون
لسه بشوفهم الليله في اللحظات دي، او كانهم اتغيروا اتبدلوا بناس تانية. ايه اللي حصل تاني عشان دمك اتغير بشكل ده يا حسن؟ لا مرة، البنت عندها حق. بنت مين؟ البنت فريال. فريال، انا دلوقتي بس ابتديت افهمها، كأنها شايفة بعينيها اللي احنا مش قادرين نشوفه. احنا لسه شايفين الخان واهله بعيون زمان، غيامة الايام القديمة لسه على عينينا، الشهامة والمروة، وجارك اللي يحميك اكتر من اخوك، واهل حتتك اللي يصونوا سمعتك ويحموا عرضك اكتر من اهل بيتك. البنت بقى ما شافتش ده لانه معدش بح. خلص يا عمارة. بوسطة بوسطة. ده المغربي اللي جابه، بقاله كتير ما خطاش الناحية دي. في أنا مغربي. فين حسن النعماني؟ ابن فتح الله النعماني، ابن اسماعيل النعماني، ابن ابراهيم النعماني، ابن عبد الرحمن النعماني. مغربي والله ليك وحش. الحمد لله على السلامة. انت ايه اللي جايبك دلوقتي؟ جواب مسجل مستعجل بعلم الوصول يا حسن. احنا اخواتك ومتربيين معاكي وعارفين اخلاقك ومتأكدين من اللي بتقوليه، بس احنا ولاد الخان يا رولا ما نقدرش نقول لاهله مالكمش دعوة بينا. ايوه احنا عايشين وسطهم، يعني برضانا او غصب عننا لازم نعمل حسابه. وانا عملت ايه يعني؟ ما هي ظروف شغلي كده زي انوار وفائي اللي بتشتغل في السنترال وبترجع احيانا وش الفجر. ايه الفرق؟ الفرق ان انوار كل الناس في الحته عارفين هي بتشتغل فين، وعربيه الهيئه بتوصلها كل ليله للبيت، مش عربيه تزغلل سايقها شاب متغندر زي الاستاذ ممدوح. وانا اعمل ايه يعني؟ ممدوح صاحب وكاله الاعلان اللي عامله العقد معايا، وما بيرضاش يسيبني اروح لوحدي في وقت متاخر زي ده، يبقى كتر خيره. لازم يكون في حل يا رولا، الناس مش هيسيبوكي. مظبوط، في حي زي حينا دوت مفيش حاجه اسمها كل واحد في حاله. خلاص يبقى مفيش غير حل واحد، نسيب الحي ده. فين الشاي يا حسن؟ القهوه شطابت يا مغرب. اجري يا واد يا عماره، هتلاقي بقرج الميه على الرماله بيغلي. قول للواد محروس يفرغ لي كوبايه ويلقمها كشري ويحط لي اربع معالق سكر مليانين. حاضر، بس بقى حكايه وادي عماره دي تستقبل يا مغربي؟ اجري يا ولد، خلينا نفض الظرف ونقرا الجواب. طب انا مش همشي لما تقول لي حقك عليا. ده كسر حقك، امشي. ماشي يا عماره، خلينا نخلص. حاضر. ولا الشافعي؟ الشافعي لا، محدش هيجيب لي شاي غيرك انت. وبعدين في ليلتك دي؟ طب مش جايب شاي انت مغربي؟ حد عليك يا ولد، ساعة صلاة الفجر ما تنولش المراد مع البنت الخياطة. هتسوق الهبل على الشيطانة وتعملي فيها مكذوب بجد؟ يو يا عمارة كسرت له السيف، ده كلام؟ يلا هات له الشاي خليه ياخد عادته ويمشي. أمرنا لله، كانش ناقصنا إلا المكذوب ده كمان. يا مغربي فين الجواب؟ جدع طيب عمارة ده، بس خلقي كسر لي السيف. يا سيدي معلش خلينا في الجواب. بعد العشاء عيني غفلت جاري المقام، قول التلاتة في المنام، سيدي احمد البدوي شلاه يا سطوحي، وسيدي ابراهيم الدسوقي شلاه يا ابو العينين، وسيد ابو العزايم وقالوا لي روح لحسن النعماني وقول له ما يرميش غزله في بحر غيره وخليه يرجع تاني لبحره.
هيلقى بياضة وبلطية يحمد ربنا على اسمته وساعده اللي مكتوب له ويرجع كما كان. والله ما انا فاهم حاجة. بقاله قد ايه في مصر يا حسن؟ هو مين يا مغربي؟ ابنك! ابنك يا حسن! نسيه في الاول وفي الاخر، داير تحوط على لحم غيرك ومش سائل في لحمك، كأن الدم مش دمك والوليد مش من صلبك. كل خطوة بحفرة يا نعماني، كل ما تمشي هتقع طول ما ابنك بعيد عنك. خلص الجواب والسلام ختام. المفروض ايه وبيرمي زي الصاروخ؟ اشرب انت الشاي بقى يا حاسم. مالك؟ قال لك ايه النصاب ده؟ اللي قاله ماهوش نصب. مش نصب يا عمارة. المغربي ناولني ألم تولي. أنا زي ما قال وأضل. طب بالراحة يا حسن، بالراحة على نفسك وفهمني. لازم أكلمه الأول. هتطلب مين بس سعادة يا حسن؟ البقالة بتحول الخط عليه قبل ما تقفل. يا ترى مين اللي اتمسك في القسم ده وعايزنا ننزل له قرب الفجر؟ الو، مكتب الاستاذ مصطفى بطاطا المحامي. ايه حسن؟ نعم يا سي حسن، اوعى تكون عملت عامله وقفشوك في القسم. يا اخي انا بسال بستفسر. في الورشه، في الورشه نهايته افندم. ايه عايز تبعتني مشوار بكره الصبح؟ تكونش فاكرني صابع عندك ولا ياك بشتغل مشهلاتي في شركة الاستثمار تبع جنابك؟ انا عايزك بكرة تروح بيت خالي، عايزك تقابل سميحة وقول لها بطريقتك انت بقى، قول لها ان انا عايز ايمن بالذوق وبالتفاهم وبالانسانية. والله اذا ما وافقوش يبقى بالقانون بقى. مفهوم، سيبني انا بقى اتصرف. انت هتلاقيني يا حسن؟ يا اخي انا فاهم شغلي، انت ليك ابنك يرجع لك وبس. بالمناسبة انت كنت وعدتني. الو يا استاذ بطاطا. الله، انت رحت فين استاذ بطاطا؟ ظهري، عمودي الفقري انكسر يا عالم. مصطفى انت فين؟ نمت؟ انا هنا يا متبصير صبحية. يا خرابي الوقعك كده. الصابون. اصل التليفون ضرب وانا كنت بتشطف ما لحقتش انشف يعني، فلبست هدومي بسرعه وجريت عليه بمد ايدي اخد الفوطه انشف دماغي. اتزحلقت. سليمه ان شاء الله، قوم معايا. خايفه اكون اتكسرت يا صبحيه. متهيألك انت كويس وزي الفل. قوم معايا يلا ساعدني، انت تقيل مش هقدر اشيلك. خد شوية الليمون دول هيروقوك. هاتي، على الله يضيعوا طعم المية مدقيق اللي صممت اشربها. امال المية بالدقيق دي احسن حاجة للخضة. بس انا وقعت مش اتخضيت. برضو الوقعة لازم تكون خضيتك. انت ربنا سائك في الوقت المناسب، مع ان ده مش ميعاد رجوعك يعني. هما مشوكي بدري؟ هما مين دول؟ الناس اللي يعني بيشغلوك. بتشتغلي ايه يا صبحية؟ وبتسأل ليه؟ يعني احنا جيران الحيط في الحيط، وبقى في بيننا زي ما تقولي ود ولقمة عيش وملح، ويبقى احسن لو عرفنا عن بعض كل حاجة. ده اذا ما كانش يضايقك طبعا. وحتضايق ليه؟ انا بشتغل في صلاة في شارع الهرم. جه في بالي حاجة شبه كده برضو. ليه؟ مكتوب على وشي؟ مش القصد، هي بس مواعيد شغلك يعني. اهو اكل عيش. رقاصة بقى ولا مغنية؟ يا ريت. لا دي ولا دي، انا وصيفة.
ايه؟ وصيفة؟ يعني ايه؟ يعني الصلاة دي بتشتغل فيها رقاصة درجة تالتة اسمها سوسو فوزي، ما تسمعش عنها طبعا، اصلها مش من الرقاصات المشهورين. سوسو دي بقى انا البت بتاعتها، يعني بيسموني وصيفة، البسها واخدمها واشيلها حاجاتها وكده. وكده دي تطلع ايه؟ تطلع زي ما تطلع بقى. عايزني اقول لك ايه؟ خدامه؟ يا ريت. يا ريت؟ ايوه يا ريت تبقى خدامه وبس. ليه بقى؟ موصوف لك خدامه؟ ما يهمنيش، بس تكون شريفه. ربنا هو اللي يعلم، لو مش ماشيه بشرفي كان زماني احسن من سوسو فوزي واللي زيها. يعني مالكيش سوابق يا صبحيه؟ قطع لسانك. سوابق في ايه يا عمر؟ انت مش محامي؟ روح له بتاع الاداب اسال وشوف. انا مصدقك، انا ما كنتش بسالك على السوابق اللي من النوع ده، انا قصدي اسالك يعني كنت متجوزه قبل كده؟ هو جاب لك كافيه غير الجواز؟ قطع. لعلمك انا كنت في المدرسه، وابويا كان عنده مستوى فول بيمون 3/4 مصر. لف عليه المخفي حمام العرس، كانوا بيسموه كده عشان كان بيشتغل اكروبات في سيرك بتاع شرشر. كان بيتني ظهره لحد ما راسه طول من بين رجليه. قال له جوزني صبحيه، وفي قعده حشيش اتفقوا. وفي يوم بليله لقيت نفسي متجوزه واحد تنبل وصايع وحرام. السيرك كرشه، وهز ابويا شغل المستوعد مخزن ممنوعات، وفي خبطه واحده مسكوا الاتنين وخدوا تأبيده. ايه رأيك؟ تنفع؟ هي ايه؟ الحدوتة حلوة ولا ملتوتة؟ يعني مش الحقيقة؟ بالملي، لكن تفرق ايه عن الحواديت؟ اديك سمعت وتسليت، اروح انا نام. صبحية، انتي بتحبي الشغلانة بتاعتك دي؟ اهي معيشاني والسلام يا مصطفى. لكن كرهاها مش كده؟ ومين تحب تشتغل في مطرح زي ده ومع واحدة زي دي وترجع آخر الليل زي القطط، توقف عساكر الدورية مرة ويترزلوا عليها الأوباش مرة، وتسمع بودانها اللي يتقال عليها ويسمي بدنها، واللي يلاقيلك شغلة نظيفة ومحترمة. هو مين ده إن شاء الله ويطلع إيه؟ أنا. آه يا صبحية أنت حلاوتك. وهتشغلني ايه بقى ان شاء الله؟ قاضي ولا نيابة؟ لا، سكرتيرة هنا في مكتبي، تنظمي لي اوراقي وتردي على الزباين وانا في المحكمة، وتنسخي لي مذكرات ومحاضر. بجد ولا؟ من غير ولا. وبالمرة نفتح اوضتي على اوضتك ونعمل اوضة للنوم بس واوضة للمكتب. اوضة للنوم بس؟ يعني ايه يا راجل انت؟ ما احنا هنتجوز بالمرة. حسن حسن، ايه يا ابني انت واقف بير؟ حسن. ايوه بتدعي يا امه. حسه نبح. قوم، الباشمهندس الشريف عايزك على التليفون. الشريف؟ ده انا كان المفروض افوت عليه بدري النهارده. ايه الساعه كام دلوقتي؟ 10:15. ده كتير. ما تعرفش اخوك غطس راح فين؟ اظن والله اعلم انه نزل اسكندريه. هو لسه مش شعلق في الموضوع ده اللي بيقول عليه مشروع في اسكندريه؟ الله، ده حكالك بقى. اصل يا ضنايا مش طايق كل ما ينزل يطص في المزغوده بنت الشربطلي. وبعدين صباح الفل. صباح الفل يا باشمهندس. لا فل ولا فجل يا رابسك، انا خلاص قرفت من طريقتك معايا. تطلع مين انت عشان تطلعني في المكتب من الساعه 9 الصبح لغايه دلوقتي، والست والدتك تقول لي لسه نايم؟ على مالك يا باشمهندس؟ النهارده مش هينفع نشتغل في الفيلا، بكره بعون الله فتح انطلاقه. مش ده اللي اتفقنا عليه يا منيب؟ انا ما بشتغلش بايديا يا صاحبي. وايه اللي ياخرنا لبكره واحنا محتاجين يوم؟ وطوا صوتكم شويه، معايا تليفون. بكلم ساره، عندك مانع؟ ايوه انا عصبي، صحيت من النوم النهارده لقيت نفسي عصبي. 3 عمليات ماسكهم مكتبي، مفيش ولا عمليه ماشيه صح. أسر الكلام، تقدر تيجي بعد قد إيه؟ خلاص، ساعة واحدة يا حسن، مستنيك. تعال أقول الكلام ده لشريف.
ايه مالكم؟ في ايه؟ امال السيراميك يا باشمهندس مطلعين عيني. شقه الزمالك دي كان المفروض تتسلم من اسبوعين، ولسه النهارده الصبح صاحبها مكلمني ومسمعني كلام زي الزفت. طب ونعمل ايه؟ ما انتوا ايديكم في العمليه زيي، وانتوا عارفين العمال وقرفهم. لا يا حبيبي، انت واخد المقاوله دي من بطني، ولما جيت تتفق معايا قلت لك خد الوقت اللي يريحك واعمل فيه حساب اي تاخير. قلت لي شهر ونص، من عند انا اديتك شهرين ونص، دلوقتي بقوا ثلاثه، وانا اللي في وش المدفع وشكل وحش قدام الزبون. ما ينفعش بقى تيجي تهزلي كتافك وتقول لي اعمل ايه. خلاص انا هتصرف واشوف عمال تانيين. لو هتلزق السيراميك بايديك انت شخصيا، انا هستلم الشقه دي بعد اربع ايام، وهطلب صاحبها دلوقتي وادي له ميعاد. اوكي. مش نقول بعد اسبوع احسن عشان نبقى واقعيين؟ انا قلت بعد اربع ايام وهو قال اوكي. وفر اقتراحاتك لفرصه تانيه. يلا يا سيمونيب شوف شغل. انت ازاي تكلمني باللهجه دي قدام منيب؟ ايه اللي مش عاجبك بالظبط؟ كله مش عاجبني، لا اللهجه ولا الكلام ولا الوقت. تبقي مش مقدره ظروفي، مش حاسه باللي انا فيه. اوكي اتفضل ادي دبلتك. ايه ده لسه ما لقيتهاش. ولا يهمك، دي تمشي شغل لغايه ما تلاقيها. مش هيجبرد يا حسن ومش مالك اعمل لك غير. معلش يا ام حبشاوي في القرشه. ازيك يا مشافي؟ ان شاء الله تسلم يا اخويا. طب مش تقعد تفطر الاول؟ مش هلحق يا اما، عندي ميعاد عايز الحقه. هينزل كده على لحم بطنه، طب ما نعمل له سندوتش. لو عاوز كان قال، مالكيش دعوه. كنت عايزه اكلمه في موضوع بس مكسوفه. مكسوفه من ايه يا وليه؟ عايزه فلوس؟ فلوس ايه يا است الحاجه؟ خيركم مغرقنا. انا كنت عايزه اشتكي له المخفي شافعي. ماله شافعي؟ تتصوري يا حاجه الواد لسانه يطول على ابوه؟ ليه وليه ابوه اتعذر في قرشين؟ خدهم الفلوس اللي حوشها شافعي لجهاز اخته، ما خلصش منه. واخره المتام ما يقول له لو مديت ايدك على الفلوس دي تاني هقطعها لك. صح كده يا حاجه؟ اخصى عليه قليل الحياه ما يختشيش. جيت اكلمه انا كمان لا طلع فيا لهاني. قلت ما فيش غير حسن هو اللي يخلص معاه عشان بيحبه ويوقره. ولا حسن يا ام شافعي، اصل حسن بقى ساعات كده قلبه يحن علشان انت عارفه هو معتبر ان هو اللي مربي شافعي. تعرفي بقى مين اللي في الحاجات دي زي السيف؟ عماره. فوتي عليه في الورشه وقولي له. خليكوا انا هشوف مين. ايوه جاي. صباح الخير يا حسن. انوار اهلا وسهلا، اتفضلي. مين؟ العروسه؟ خطوه عزيزه. صباح الخير يا طنط. صباح النور. ما تاخذنيش، مش حاضر اسلم عليكي، اصل ايديا متعاصه مطرح ما بحشي. معلش لكن انا حبوسك، اصلي جاي اقول لكم اشوف وشكم بخير. اوام كده مسافره دلوقت؟ لا بكره الفجر ان شاء الله. هتوحشيني قوي يا طنط، انا مش هقدر انساكي ابدا. ربنا يا بنتي يبختلك ويسعدك ويرد غربتك على خير. مع الف سلامه يا استا انوار، شارع الخان هيضلم من غير. كتر خيرك يا ابو شافعي. شوف وشك بخير يا حسن. اسمع ان كله طيب يا ست البنات. انوار عيني عليك يا حسن، زي ما تكون موعود بحرقه القلب يا ضنايا. مين يا عمار؟ أنا مش هجي أقعد في الشارع. احنا معروف يا حسن، مفيش داعي لأي كلام. لو سافرتي من غير ما تسمعيني هتفضلي تقولي لنفسك يا ترى حسن النعماني كان عايز يقول لي إيه؟ عايز تقول إيه يا حسن؟ هتتعهد لي تاني ترجع الكرسي اللي ضاع؟ لا يا عمار،
انا هسالك سؤال وهطلب منك طلب. ايه هو السؤال؟ انت مستصغراني في ضميرك يا انور. ليه بتقول كده يا حسن؟ لا انا ولا اي انسان عشرك وعرفك هنا في خندق ودار ممكن يستصغرك. لو كنت بتقصد الكلام اللي قلته لك يوم الكرسي ضاع تبقى غلطان، وده مش استصغار، بالعكس ده حزن، حزن عليك انت يا حسن. كده انا ارتحت يا بنت الناس، ومن جهة الحزن انا بطمنك، انا فوقت وبفوق كل يوم اكتر، وما عدتش ولا حكون تاني حسن اللي مضيع نفسه وناسه ومخيب ظن اللي بيحبوه. وانا هكون اول واحدة تفرح لك. نيجي بقى للطلب علشان ما عطلكيش هنوار. نعم. اذا ما ارتحتيش في الغربة تحت اي ظرف او لاي سبب ما تغصبش على نفسك. اذا ما كنتيش سعيدة ارجعي. غربة وتعاسة مع بعض ما ينفعوش. فاهمة يا حسن. توعديني؟ أوعدك. الله، أحلى كوباية قرفة باللبن دقتها في حياتي. بالهنا والشفا يا أستاذ. ودلوقتي قلت ايه يا حاج؟ قلت لا اله الا الله يا ابني، اذا كان عليا انا حسن ابن اختي وما يرضينيش احرمه من ابنه، وكمان مش ممكن اقف قصاده في محاكم. بس انت برضو ما يرضكش اني سميحة تتحرم من ابنها. ولا يرضي حد، وحسن مش هيحرم بنتك انها تشوف ابنها. هنتفق على نظام تشوف به الولد، وهو يبقى مع ابوه شوية ومع امه شوية. كلام معقول بس يعني. بس ايه؟ فهمت، لازم تاخد رأي الست سميحة. اقول لك قوم بينا نوصل لحد البيت نخلص الموضوع في حموته. والله فكرة مش بطلة، وخير البر عاجله. بس الوقت ماله؟ وراك حاجة يا استاذ؟ ابدا، بس دي حصة غدا وجايز يعني. احنا بنتغدى الساعة 5 والساعة دلوقتي ما بقتش 12. اتفضل يا استاذ. يعني ايه يابا؟ بيهددني؟ معلوم، ما انت بختك مال وخلاص بقى متهيأله انه يقدر يحكم وينصر فيكي. عايزين نتكلم بالعقل يا نظيره. دلوقتي حسن يحق له بالقانون والشرع انه ياخد ابنه. انا رايي نعملها بجميله ومن غير مشاكل. وما يردهاش ليه؟ بنتك لسه على ذمه الدوكش. هتتطلق. مش لما تتطلق يبقى عدلها ربنا؟ مش ضمننا احنا ان الدوكش هيطلق؟ المحامي قال لي ان اي محكمه هتطلقني من اول جلسه ما دام اتسجن. ولسه ما صدرش الحكم، وعلى ما يصدر الحكم وانت ترفعي قضيه موت يا حمار. وبرده على ما ابن اختك يرفع قضيه عشان ياخد الواد يموت حمارين. يمكن ياما لما نديله الولد بالراحه ومن غير قضايا قلبه يرق ويشاور عقله ويفكر يردني. هو ده الكلام يا سميحه، الله يفتح عليك. بس على شرط. المحامي بتاعه جوه في الاوضه، تعالي قولي له كل شروطك. اشوف ابني زي ما انا عايزه وفي الوقت اللي يعجبني. يعني ايه؟ تخبطي عليهم الفجر وتقول لهم اشوف ابني؟ اللي اوله شرط اخره نور. يا حاجه احنا هنحدد نظام، يعني نتفق مثلا انها تشوف ايمن مره في الاسبوع او مرتين في الشهر، او تاخده عندها يومين ثلاثه. العرف جرى على كده. عرف؟ عرف الديك ولا عرف ايه يا الدلعادي؟ بنتي تشوف ابنها وقت ما تحب ان شاء الله كل يوم. ما هو ده يا حاجة ممكن يسبب خلافات. ما تحضرنا يا حاج جاد. انا ليا رأي وارجوك تعرضه على حسن يا استاذ. ايمن يبقى نص الاسبوع عند ابوه وعند امه النص التاني. لا، ابني ما يتشحططش بين بيتين. انا موافقة يفضل عند حسن على طول.